جيردر. قلنا المره اللي فاتت احنا لازم نسوي حاجه اسمها ستيف بيم. يعني ايه ستيف بيم؟ جينا دلوقتي قلت لك لو انا مثلا عندي احمال اي ام جي بيقدروا كذا، رحت بعد ما صممت وخلصت التصميم خالص جبت ان الدبس لقيته محتاج مثلا 1 متر، تمام؟ الستيف بيم قال لك لا، انت مش هتصمم الدبس بتاعك على اساس الاحمال اللي جايه عندي، طب هصمم الدبس على اساس ايه؟ الدبس هصممه اللي انا قلت لك ان انا عندي محتاج متر، لا انا هعمل الدبس بتاعي 3 متر. طب ليه الكلام ده؟ عشان احول الشرط بتاعي لان انا اصمم كاميرا ستيف بيم. طيب ايه الفرق ان الكاميرا ستيف بيم؟ ده انا هزود الستيفنس بتاعها مش الاحمال، لا ده انا هزوده اكتر من الاحمال محتاجاه، دي الستيف بيم. طيب ايه الفرق بين الالاستيك بيم والستيف بيم؟ قال لي لو انا عندي كاميرا عاديه جدا، الكاميرا دي لو حصل فيها ديفورميشن بالشكل ده هنا كده، هلاقي ان انا عندي هنا الدلتا في المنتصف كبيره، بعد كده الدلتا تبتدي تقل، الستاره تبتدي تقل معايا، دي اسمها الالاستيك بيم. الالاستيك بيم بيحصل للكاميرا بتاعتي دلتات مختلفه. طب الالاستيك بيم هي دي اللي انا حسب الاحمال بجيب لها بتحتاج دبس كام، ابتدي ان انا اعمل لها ديزاين واصممها على الدبس ده. طيب الستيب بيم ايه بقى؟ قال لك لا، الستيب بيم لو انا عندي كاميرا كده ودي الاكياس بتاعتها، لو جه حصل استطاله بيحصل استطاله جميع النقط بنفس القيمه. يعني ايه جميع النقط بنفس القيمه؟ يعني انا دلوقتي لو عندي في المنتصف هنا قلت لك الحته دي اسمها دلتا، في الطرفي برضه اسمها دلتا، وهنا نفس الكلام اسمها دلتا، يبقى معنى كده الفرق بين الالاستيك والستيب بيم ان انا هنا لما بيحصل ديفورميشن بيحصل كله متساوي على كامل الكاميرا، طيب اما الالاستيك بيحصل ديفورميشن مختلف على كامل الكاميرا، كلام جميل، ده ايه السبب في كده؟ ان انا زودت ستيفنس عن الاحمال محتاجاه، ده ايه السبب في كده؟ ان انا يا دوبك الاحمال اديتها الستيفنس بتاعها اللي هي محتاجاه، طيب دلوقتي الكوبري بتاعنا احنا اتفقنا المره اللي فاتت احنا بنصمم بلاطه اللي عندي مسافه بين المين جردر والمين جردر اسمها ايه؟ المسافه بين الكروس جردر والكروس جردر اسمها بي. طيب كلام جميل. انا دلوقتي عايز اعرف اول حاجه ازاي الالاستيك بيم كنا بنجيبه لاكشنات، قلت لك لو كان حمل واقف هنا طالما هي الاستيك يبقى رد الفعل بياخد الحمل كله، لو هنا واحد يبقى الاكشن هنا بواحد، تمام؟ اي رد فعل هيقف على التركيز هتاخده. اما الالاستيك بيم ليها تشكل مختلف. طيب عايزين نعرفه ازاي بنجيبه ردود الافعال بالنسبه للستيف بيم. الستيف بيم لو انا عندي كاميرا الاحمال بتاعتها قلنا من اهم ميزه من الكروس جيردر اللي هي بتعمل ريديستريبيوشن للحمل. يعني ايه ريديستريبيوشن للحمل؟ لو انا عندي كاميرا بالشكل ده وعليها احمال، لما اجي رد الفعل لو عايز اجيب ار 1 وعايز اجيب رد الفعل اسمه ار 2 وعايز اجيب رد الفعل اسمه ار 3، في الطريقه العاديه بتاعت الالاستيك بيم كنت اقول لك خلاص ركز الاحمال خد عزوم هديك الشكل ده اللي بتعمل استراكشر، كنت اقول لك ان هنا 3 على 8 جي في ال، هنا 10 على 8 جي في ال، هنا برضه 3 على 8 جي في ال. طيب الستيب بيم ايه اللي حصل؟ لا الستيب بيم قال لك طالما سي جي الاحمال في سي جي الركائز، لو انا قلت لك عندي 3 ركائز سي جي الركائز في المنتصف، تمام؟ طب سي جي الاحمال لو انا ركزت الحمل كله لحمل مركز كونسنتريتد لود مكافئ هلاقيه سي جي الاحمال في نفس سي جي الركائز، معنى كده ان انا لما اقول لك السي جي في السي جي يبقى لما اقول لك ان اي رد فعل اسمه ار 1 بيساوي ار 2 بيساوي ار 3 بيساوي سيجما البي على ان، ان دي عدد الركائز والبي ده مجموع الاحمال المركزه. طيب مش فاهم الكلام ده ازاي؟ كنا الاول بناخده الخوازيق في السويل، كنا بنقول لو عندي اربع خوازيق بالشكل ده وعندي حمل العمود جاي في سي جي الخوازيق، احنا واحنا بنشتغل بنختار الخوازيق بتاعنا سي جي الخوازيق سي جي الحمل. طيب انا لما كنا بنقول عايز اجيب الحمل على الخازوق كل خازوق هياخد كام؟ كنا بنقول خلاص طالما جبنا وعايز حمل على الخازوق بتاعي بيساوي ايه؟ بيساوي حمل العمود مقسوم على عدد الركائز اللي هي اربعه، يبقى معنى كده كل الاحمال بتاعتي بتساوي. طيب بس انا لو عندي سي جي الحمل مش سي جي الخازوق، يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا جيت الخوازيق قلت لك لا العمود مش هنا، رحلنا العمود شويه خليناه هنا وسي جي الخوازيق بتاعي هنا، قال لك اه، ده انا هنا عندي فيكس انترستي اسمها اي، طيب كنا بنجيب الحاله دي لو عايز اعرف حمل الخازوقين دول بكام وحمل الخازوقين دول بكام كنا بنعمله ايه؟ اول حاجه كنا بناخد كروس سكشن كده وعندي هنا خازوق وعندي هنا خازوق، واقول لك ان حمل العمود باقي هنا، تمام؟ طيب وهنا سي جي الخوازيق كنا بنعمله ايه؟ كنت بقول لك انقل الحمل بتاع العمود بنفس الحمل بتاعه اسمه بي، تمام؟ امسح الحمل اللي كان موجود قبل كده بس خلي بالك فين اتجاه الحمل كان موجود وحط عزم راس السهم ناحيه الحمل اللي كان موجود قديم. طيب قيمه المومنت ده بيساوي كام؟ قال لي قيمه المومنت ده بيساوي بي في الاكسنتريستي. طيب كلام جميل. طب انا برضو كده ما اعرفش ازاي ان انا احسب حمل كل خازوق، انا هنا نقلت اول حاجه الاحمال بتاعتي بتاعت العمود كله نقلتها في السي جي بتاع الخوازيق بقوه نفس القوه بتاعت العمود، بعد كده حصل مومنت نتيجه ان فيكس انترستي فنقلت قيمه عزم راس السهم ناحيه الحمل الموجود عندي قديم. طيب كلام جميل.
قلنا عندي قانون بيقول لك لو عايز تجيب الرياكشن بيساوي بي على ان مجموع الاحمال المركزه زائد او ناقص الام على سيجما ار سكوير مضروب في الار. ايه الكلام ده ازاي؟ كنا بنقوله ايه؟ كنا بنقول هنا لو الحمل بي على ان ده الحمل العادي اللي احنا قلنا هنا لو سي جي خازوق شديد الحمل. طيب اما هنا ما عنديش الترم ده، هنا انا عندي قيمه مومنت نتيجه الترحيله بتاعته، اعمل ايه؟ قال لك هتجمع عليه او تطرح منه مومنت على سيجما ار سكوير في الار. طب ايه هي الار؟ قال لك المسافه بين سي جي الخوازيق بتاعتي للنقطه اللي انت عايز تحسب عندها الحمل بتاعك. يعني مثلا لو انا سميت الخازوق ده رقم 1 وسميت الخازوق ده رقم 2 وسميت الخازوق ده 3 وده 4. قال لي لو انت بتقول الار يبقى عندي ار واحد من هنا لهنا من سي جي الخوازيق، انا اهم حاجه عندي سي جي الركائز بتاعتي ماليش دعوه بالعمود. سي جي الخوازيق نقلته الحمل سميتها دي اسمها ار واحد، وهو كذلك هنا سميت دي ار اثنين، وهو كذلك سميت دي مثلا ار ثلاثه، بس احنا عشان الخوازيق بتاعتنا وهنا ار اربعه، الخوازيق بتاعتنا كان لها اكس وواي، فهنا كان القانون اختلف سيجما واي سكوير في الار، وهنا الثانيه سيجما اكس سكوير في الار برضه. طيب يبقى انا معنى كده فهمت ايه من الكلام ده؟ فهمت ان انا عندي قانون لو سي جي الاحمال مش سي جي الخوازيق هعوض فيه بي على ان زائد او ناقص ام على سيجما ار سكوير في الار. ايه هي سيجما ار سكوير؟ ار واحد تربيع زائد ار اثنين تربيع زائد ار ثلاثه تربيع، هنوضحها الكلام ده كله على الكوره بتاعتي. طيب انا هنا بقى عايز اوضح الكلام ده بدل ما احنا فهمنا بنقل الخوازيق. اوضح الكلام ده ازاي هنا؟ لو انا عندي حمل جاي بالشكل ده اسمه بي. طيب اصبح هنا رياكشن واحد ما بيساويش اثنين ما بيساويش ثلاثه. طيب يبقى انا هنا عندي حمل مركز، قيمة الحمل المركز دي اسمها بي، عايز اجيب ار واحد بكام؟ وار اثنين بكام؟ وار ثلاثة بكام؟ يلا بينا نتابع الخطوات اللي احنا قلناها هنا. أول حاجة هعمل إيه؟ أول حاجة همسح الحمل القديم اللي كان معايا اللي هو بي وأحطه في سي جي الخوازيق بتاعتي. يبقى دي اسمها بي، تمام؟ طيب مكان الحمل كان هنا، ما انساش اللي هو مكانه كان هنا. حط مومنت راس السهم بتاعت المومنت ناحية الحمل القديم. طيب قيمة المومنت ده بيساوي كام؟ قال لك بيساوي ام بيساوي بي في الاكسنتريستي. الاكسنتريستي المسافة من الحمل اللي كان موجود قديم والمسافة بتاعت سي جي الخوازيق بتاعته. دي اسمها ايه؟ طيب كلام جميل. أنا عايز أجيب أر واحد. تعالى واحدة واحدة نجيبه أر واحد. قبل ما نجيب أر واحد قال لك جهز لنا أر سمول واحد وأر اثنين وأر ثلاثة. طيب أول حاجة دي سي جي الخوازيق. لو أنا سميت الركيزة الطرفية اللي هي على الشمال سميت هنا أر واحد. نعرف نجيب أر واحد اللي هي النسبان ده. وسميت اللي هناك هنا دي اسمها ار 3 وار 3 بقيمه. طب حد يقول لي فين ار 2؟ ار 2 ب 0 لان ار 2 بتاعتها سي جي الخازوق في سي الحمل وبالتالي ار 2 ب 0. يبقى انا عرفت قيمه ار 1 بكام وعرفت قيمه ار 2 ان هي ب 0 وعرفت قيمه ار 3 بكام. خلاص هات لي حاجه اسمها سيجما ار سكوير. طيب هاخد ار 1 تربيع زائد ار 2 تربيع زائد ار 3 تربيع جبت سيجما ار سكوير. طيب انا كده جهزت اول حاجه اللي عندي سيجما ار سكوير في الار جهزتهم خلاص، وعندي البي وعندي الان وعندي المومنت، تعالوا هنعوضهم نجيبوا ار 1. ار 1 بيساوي كام؟ اول حاجه قلنا البي على ان، ان هنا عندي في المساله عدد الركائز بتاعتي اللي هي 3 يبقى بي على 3. هنشوف دلوقتي قولوا زائد ولا ناقص. في المومنت خلاص بي في الاي على سيجما ار سكوير معروفه في الار. لو انت بتجيب ار 1 بروح اعوض في المساله بتاعتك بار 1. لو انا عايز هنا ار 2 هروح اخد ار 2 واعوض في المساله هنا بار 2. طيب امتى تكون زائد وامتى تكون ناقص؟ اول حاجه رد الفعل اللي ناحيه راس السهم هو ده اللي ياخد زائد. يبقى تاني هنا قيمه الحمل عايز يعمل ايه؟ عايز يلف يضغط هنا، يعني عايز يزود قيمه الرياكشنز بتاعي. يبقى انا معنى كده ان انا لو الحمل بتاعي او الركيزه بتاعتي ناحيه راس السهم بتاعه العزم يبقى انا هاخد الاشاره دي زائد وهمسح الكلام ده خالص. يبقى انا دلوقتي ليه حطيت الاشاره دي زائد بتاعتي؟ لان راس السهم ناحيه الحمل الركيزه اللي انا عايزه لو انا عايز ار 3 تمام. طب لو انا عايز اجيب ار 1 لا، لو انا عايز اجيب ار 1 اللي هي هنا ناحيه الركيزه ناحيه ديل السهم يبقى معنى كده هقول بي على 3 ناقص البي في الاي على سيجما ار سكوير في الار 1 وهنا هنقوله ار 3. طيب يبقى انا دلوقتي امتى احط ناقص وامتى احط زائد؟ لو راس السهم ناحيه الركيزه اللي انا بحسب لها الرياكشن احط زائد، لو ديل السهم ناحيه الركيزه اللي انا بحسب لها الرياكشن احط الحمل بتاعي ناقص. يبقى كده مفهوم ازاي احنا قدرنا نحسبه الرياكشنات بتاعتي. في اي مشكله هنا؟ طيب ازاي الكلام ده يحصل في المساله بتاعتنا؟ احنا المساله بتاعتنا بتبقى زي كده، البحر بتاعي بيكون متماثل، هنا سايبوك وهنا سايبوك، هنا كروس جيردر وهنا المان جيردر. طيب امتى تحصل ان انا سي جي الاحمال نتيجه التماثل هنا في سي جي الاحمال في سي جي الركائز؟ طب امتى تحصل الكلام ده؟ زي المساله قبل كده لما جازينا جالنا ان هنا في سايبوك وفي هنا مان جيردر ثانيه وكوبري ثاني منفصل خالص. معنى كده ان انا عندي من هنا سايبوك وعندي من هنا المان جيردر عادي بس ما عنديش الناحيه الثانيه. يبقى هل كده سي جي الركائز سي جي الاحمال؟ مفيش عندي. يبقى هي دي الحاله اللي هتحصل عندي في الاعتبار.
يبقى احنا اهم حاجه في المساله اللي انا هحسب الرياكشنات دي صح. الرياكشنات لو حسبتها غلط المساله كلها غلط من الاول للاخر، يبقى انا كده بشتغل على الفاضي. يبقى اهم حاجه ازاي احسب الرياكشن الحمل على الان عدد الركائز، اهم حاجه اعرف فين سي جي ركائز واحدد فين الحمل بتاعي، وبعد كده احدد المومنت حسب اتجاه الحمل وحسب راس السهم، وقلنا حسب الركائز بتاعتي اجيب ار 1 وار 2. طيب انا دلوقتي عرفت ان انا احسب الرياكشنات، عايزين نشوف ايه هي الاحمال اللي على الكروس جيردر. اي احمال اتكلمنا عليها، لو احنا اتكلمنا على البودي عندي نوعين من الاحمال. اول حاجه عندي اللي هو الديد لود. ايه الاحمال الديد لود؟ اي ديد لود في الدنيا اول حاجه هي ما تسمى الاون ويت، ثاني حاجه في كفر. طيب يبقى احنا اهم حاجه عندنا عندي احمال ديد لود على الكوبري بتاعي، الاحمال الديد لود عندي اون ويت وكفر. طب حلو قوي. ثاني حاجه عندي احمال اسمها هاي فلود اللي هي العربيات الاستاندرد بتاعتنا اللي احنا شرحناها قبل كده. طيب وهنشرحها تاني بعد ما خلصت الدود باذن الله. طيب يبقى انا دلوقتي اول حاجه عايز اعرف انا ازاي اجيب الكروس جيردر بتاعتي، ازاي اجيب لها الدود عليها. طيب انا عندي دلوقتي نوعين من الكروس جيردر، اند كروس جيردر والانترميديت كروس جيردر. دلوقتي اول فرض هنفرضه مع بعض، اول حاجه هنفرضه ان الكروس جيردر مكمله دلوقتي في السايبور، ده فرض بس ده مش موجود، ده مجرد فرض بس، والكروس جيردر فعليا مش موجوده. وده دليل على ايه؟ ان ده السايد ووك ما عملنيش خط ممتد هنا. لو عملت خط ممتد يبقى هي موجوده فعليا، ما عملنيش خط هنا يبقى هي مش موجوده. يبقى اول حاجه انا هفرض ان الكروس جيردر داخله جوه السايد ووك. طيب ده اول فرض. تاني فرض واحنا بنصمم البلاطه كنت بقول لك لازم اعرف نوع البلاطه دي ايه. البلاطه دي حسب نسبه الاي على بي حسب الار، من الار حددت اذا كانت 1 واي بالنسبه للديد لود او 1 واي بالنسبه لللايف لود، وقلنا الشروط بتاعتها كانت ايه. طيب انا دلوقتي هنا ما عنديش الكلام ده، كنا احنا في اي مبنى عادي تقول لك ايه لو عندك بلاطه وعندك مجموعه من الكاميرات بتتركز عليها شرف البلاطه هات نصيب كل كاميرا، لا ما عنديش الكلام ده. طب هنا هنعمله ايه؟ هنا هنفرض فرض ان ما فيش مين جردر موجوده، ان البلاطه نفسها هتيجي الجميع حملها كله للكروس جردر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هنا مش هشرف بلاطه، لا انا هفترض ان انا ما عنديش كاميرات هنا، الكاميرات في الاتجاه ده بس. يعني معنى كده الحمل لما يحب ينتقل هينتقل شمال ويمين، مفيش فوق وتحت. يعني معنى كده ان انا فرضت ان البلاطه بتاعتي هي 1 واي سلاب. فين؟ في اتجاه مين؟ في اتجاه الكروس جيردر. طيب لو انا عندي بلاطه 1 واي سلاب وبلاطه من الناحيه الثانيه 1 واي سلاب، عايز اجيب نصيب الكروس جيردر دي هتشيل قد ايه من البلاطه دي وتشيل قد ايه من البلاطه دي؟ النص والنص. يبقى انا هنا هاجي اقول لك خلاص خد النص المسافه وهاخد نص المسافه هنا، يبقى معنى كده ان المسافه اللي احنا محشرينها دي كلها هي دي المسافه ان الكروس جيردر هتشيلها من البلاطه. طيب المسافه دي اسمها ايه؟ انا عارف ان تقسيط الكروس جيردر بين الكروس جيردر اسمها بي. طيب هنا هناخده بي على الاثنين وهنا بي على الاثنين، يبقى المسافه اللي شايلها الكروس جيردر هي بي، هي المسافه تكرار الكروس جيردر على كامل الكوبري بتاعي. طيب يبقى اهم حاجه لازم نعرفوها ان احنا فرضنا ان في كروس جيردر داخل السايد وو، ثاني حاجه فرضت ان البلاطه 1 واي سلاب بتنتقل في اتجاه الكروس جيردر فقط، واتمنى ان مين جيردر معانا في الاعتبار. طيب ده فرضين فرضناهم. طب لو انا عندي هنا دي انترميديت كروس جيردر في الامتحان بيحدد نوع الكروس جيردر اللي عايز يصممها، اول حاجه هيقول لك الاند كروس جيردر او الانترميديت كروس جيردر. ايه الفرق عندي في الاعتبار؟ ايه اللي هيفرق عندي في التصميم؟ ايه الفرق لو هو قال لي دي او دي؟ ايه الفرق هنا بالشكل اللي احنا رسمينه؟ دي شايله نص بلاطه، اما دي شايله بلاطه كامله من الشمال ومن اليمين شايله بلاطه، هنا شايله نص بلاطه. يبقى معنى كده لو انا بصمم الاند كروس جيردر ايه مسافه التقسيط بتاعها، او ايه المسافه اللي الكروس جيردر شايلها من على البلاطه؟ هي بي على الاثنين، محدش يضرب في بي. يبقى انا اهم حاجه لازم اعرف ان انا عندي البلاطه بتاعتي بتتصمم او الكروس جيردر اللي انا بصممها عندي حاجه اسمها اند كروس جيردر، وعندي حاجه اسمها انترميديت كروس جيردر. الانترميديت كروس جيردر عندي المسافه كلها بي، لما انا اضرب فيها هنقول دلوقتي اربع حاجات بنضربهم في بي محدش ينساهم خالص، والاند كروس جيردر بضرب في بي على الاثنين. ده الفرق الوحيد اللي عندنا بالنسبه للكروس جيردر. طيب انا دلوقتي عايز بقى اشوف اجيب الاحمال اللي هي الديد لود الكليه بكام. اول حاجه في الديد لود اي كاميرا لازم نبقى عارفين ان احنا واحنا بنحل الكاميرا لازم الاحمال بتاعتها تكون كيلو نيوتن على المتر الطولي، اما لو بحل بلاطه كيلو نيوتن على المتر المربع. طيب يبقى احنا دلوقتي اول حاجه هناخدوها اللي هي الديد لود. الديد لود اول حاجه هنقوله ان الديد لود اول حاجه اللي هو الاون ويت. طيب حد يعرف يجيب لي الاون ويت بتاع الكاميرا؟ اي كاميرا في الدنيا قلنا ان الكاميرا عامله كده في هنا بلاطه
سمك البلاطه دي سلاب، هنا ارتفاع كروس جيردر اتش كروس جيردر، وهنا عرض الكروس جيردر بتاعي. طيب تعالى نشوفوا عرض الكروس جيردر ده شكله هيبقى بكام او ايه الحدود بتاعه. قال لي ان عرض الكروس جيردر بيتراوح من 2.10 ل 3.10، بس خلي بالك لا يقل عن بي مان جيردر عن 2. يبقى معنى كده لو رجعت المساله مديني ان المان جيردر بتساوي بوينت نص، هنا قلنا ثابته لو هو ما ادانيش المساله نص متر، يبقى اذا البي اكس جيردر بتساوي 25 من 100، ده مينيموم. بس الحدود بتاعتها من بوينت 2.10 لبوينت 3.10، 25 من 100 تمام. طيب يبقى انا كده عرفت اول حاجه البي بتاع الكروس جيردر. طب عايز اعرف ارتفاع الكروس جيردر بكام؟ قال لي برضه تفرق حسب نوع الكروس جيردر اللي احنا بنصممه. لو انا بصمم كلمه كروس جيردر احنا انا راسمها ازاي؟ راسمها ممتده بكامل الدبس بتاع المان جيردر. لو احنا خدنا اللونجيتيودنال سيكشن في الكوبري ده كده بنفس الشكل، قال ان انا عندي هنا المان جيردر هتبني الكروس سيكشن بتاعها اللي هو القطاع بتاعها الطولي، والكروس جيردر باينه عموديه عليه زي ما احنا شايفينها كده. طيب الاندو كروس جيردر قلنا ان المسافات دي هنا عند كل تقابل مان جيردر في اعمده. طيب نتيجه ان في اعمده وحمل جاي كبير جدا من المان جيردر هنا، وبالتالي في قيمه احمال عاليه جدا في المنطقه دي. فبالتالي قلنا ان احنا لازم الكروس جيردر بتاعتي املها للداخل عشان ازود مساحه البيلنج بتاعتي وما يحصلش فيلير في الاماكن دي. طيب اما في الركائز الثانيه لا ما عنديش مشكله لان ما عنديش اعمده عند الركائز دي وما عنديش بيلنج عالي عندي. طيب يبقى احنا اهم حاجه الكروس جيردر، الدبس بتاع الكروس جيردر اللي هو اند كروس جيردر بيساوي الاتش بتاع المان جيردر، اما لو الانترميديت ده بتساوي كام؟ بتساوي اتش مان جيردر ناقص 15 سم. يبقى انا معنى كده لو انا بتكلم على الكروس جيردر الانترميديت كروس جيردر دي بتيجي في الامتحان غالبا، يبقى انا اقول لك خلاص ان اتش كروس جيردر بتساوي كام؟ بتساوي الاتش بتاعت المان جيردر ناقص 15 من 100 متر. خلاص انا كده قدرت اجيب الاتش كروس جيردر. الاتش مان جيردر هي الاسبان بتاع الكوبري بتاعي على 10، دي برضه هنتكلموا عليها باستفاضه واحنا بنصمم المان جيردر باذن الله. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت اجيب المعطيات بتاعتي. سمك البلاطه بتاعي انا هنا يا اما انا كنت في المساله صممت البلاطه وعرفت السكنس ده بكام، يا اما انا في المساله هقول لك ما تصممش بلاطه لو هو مش طالب في المساله، هقول لك ان السكنس بتاعي هو الاتجاه القصير اللي بينتقل فيه الحمل الكبير على 15. يعني ايه الكلام ده؟ قلنا طول عمر الحمل بتاعي المسافه ايه؟ لما شرحنا المره اللي فاتت احنا بنصمم بلاطه بتتراوح من 1.5 ل 4 متر، اما البي بتتراوح من 4 ل 6 متر. يعني معنى كده طبقا للشروط اللي احنا حاطينها دي ان طول عمر الاي هتفضل هي المسافه الصغيره للبلاطه، وطول عمر البي هتفضل هي المسافه الكبيره للبلاطه. يبقى معنى كده ان طول عمر التي اس هتساوي المسافه الشورت دايركشن اللي بينطبق فيها الحمل الاكبر على 15، ومن هنا اقربه لمضاعفات ال 20 او ال 50 اجيب السمك بتاع البلاطه اقدر اخش هنا اشتغل بيه. طيب انا لحد دلوقتي ما جبتش الام ويت، الام ويت بيساوي كام؟ قال لك بيساوي جاما ار سي مضروب في البي بتاعت الكروس جيردر مضروب في اتش ناقص التي اس، اتش كروس جيردر ناقص التي اس. الناس لو ناقصت تقدر هتي اس مش مهم، مش هتفرق كتير معايا لان سمك البلاطه هنا صغير جدا. يبقى برضه ممكن يجي سؤال نظري في الامتحان، ايه فايده الكروس جيردر عندي في الكوبري؟ فايده الكروس جيردر عندي في الكوبري اول حاجه بتعمل ديستريبيوشن للحمل، تاني حاجه بتخلي البلاطه بتاعتي هي بلاطه تو واي، وبالتالي بخلي السكنس بتاعي يقل. لو احنا كنا بنصمم بلاطه وان واي السكنس بتاعنا بيكون لو بيطلع كبير، اما بلاطه تو واي السكنس بتاعه بيطلع صغير. طيب يبقى دي اهم فايده الكروس جيردر عندي في الاعتبار. اول حاجه انا كده قدرت احسب الام واي تمام. هل البلاطه دي او هل الجمر دي شايله حاجه ثانيه؟ بالنسبه للدروب شايله ايه؟ كفر من ايه؟ احنا ميجروك شايله ايه؟ يعني البلاطه دي الكاميرا دي اول حاجه قلنا الام ويت بتاعها، تاني حاجه مش قلنا ان في البلاطه بتنتقل للكاميرا يبقى شايله جزء من البلاطه، يبقى انا اول حاجه محتاج ايه البلاطه بتاعتي هي الكروس جيردر شايله منها قد ايه؟ طيب شايله منها قد ايه؟ قول لي البلاطه بتاعتي فيها الاحمال ايه الاحمال دي تلود على البلاطه؟ قلت لك برضه كديد لود اون ويت كفر. خلاص اتفقنا مع بعض ان الكفر على البلاطه بتاعتي العاديه بيساوي 3 كيلو نيوتن على المتر المربع تمام، اما على السايد ووك بيساوي 2 كيلو نيوتن على المتر المربع. طيب الاون ويت بتاع البلاطه اي اون ويت هي قامه مضروبه في التياس، بس نخلي بالنا من ايه؟ حاجه مهمه جدا. ايه هي؟ اول حاجه ان الاون ويت بتاعي انا قلت لك جوما ار سي في البي في اتش ماينس تياس الوحده دي تطلع ايه؟ كيلو نيوتن على المتر الطولي. يعني معنى كده ان انا وانا شغال اي كاميرا لازم الحمل بتاعي يكون كيلو نيوتن على المتر الطولي. طب الاحمال دي ايه؟ جوه في التي اس وحدتها ايه؟ والكفر وحدته ايه؟ تمام كيلو نيوتن على المتر المربع. ينفع اجمع حاجه كيلو نيوتن على المتر المربع مع حاجه كيلو نيوتن على المتر الطولي؟ ما ينفعش. يبقى معنى كده لازم اضرب
الكلام ده في حاجه اسمها بي، ايه هي بي؟ او حاجه اسمها بي على الاثنين. طيب امتى اضرب في بي وامتى بي على الاثنين؟ لو بصمم انترميديت كروس جيردر هضرب في بي كامل، لو بصمم اند كروس جيردر هضرب في بي على الاثنين. تمام؟ يبقى انا نلخص الديد لود بتاع الكاميرا بتاعتنا هسميها جي. جي دي بيساوي كام؟ بيساوي جوما ار سي، اول حاجه الغلو بتاع الكاميرا في البيتا كروس جيردر في اتش كروس جيردر ناقص التي اس، اول حاجه. تاني حاجه الجزء الشمال من البلاط، اتاكد وانا عندي المساله ان ده نيوتن على المتر الطولي. طيب تاني حاجه وانا شايل البلاطه، اول حاجه قلت لك كفر زائد الاون ويت بتاع البلاطه اللي هي جوما في التي سلاب، بس لازم اتاكدوا ان الوحدات دي نيوتن على المتر الطولي، يبقى اضرب لي هنا بس بي، يبقى دي محدش ينساها او بيع الاثنين حسب نوع الكاميرا اللي انا صممها. يبقى اهم حاجه في الامتحان اللي هتبوظ المساله لو الناس ما ضربتش البي، المساله كلها غلط. اهم حاجه في الامتحان نضرب في البي بكام، وبعد ما نخلصه خالص هلخص الديد لود كله اللي انا اضرب اربع حاجات في البي، والناس دخل الامتحان وعارفه ان هي تضرب اربع مرات في البي عشان تعرف ان احنا طالعين بنتيجه صح باذن الله. طيب يبقى احنا اول حاجه جي وحدتها لازم نكون عارفين اللي هي كيلو نيوتن على المتر الطولي. بالنسبه للديد لود الاحمال على الكاميرا ايه؟ طيب قبل ما نخش على اللايت لود ونحضر احماله، تعال نحل الديد لود لوحده. يعني ايه الكلام ده؟ برضه بدايه ما شرحنا تاثير الانفورس لاين قلنا ان احنا عندنا نوعين من العزوم بتاعتها، ان انا عندي حاجه اسمها بيلدنج مومنت دايجرام وحاجه اسمها الانفورس لاين. طيب ايه الفرق بين البيلدنج مومنت دايجرام والانفورس لاين؟ قلنا ان البيلدنج مومنت دايجرام هو العزم الناتج على كامل الكاميرا، لو عندي كاميرا سنجل بيم لقينا قيمه العزم اللي هي الحمل الموزع ده بيقول سكور على 8. قلنا ان البيلدنج مومنت دايجرام هو قيمه العزم الناتج على كامل نقط الكاميرا نتيجه وجود حمل ثابت طول عمر المنشأ. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عايز عند نقطه 2 نقطه 5 نقطه 6 8 10 قيمه المومنت اقدر اجيبه من نفس المنحنى اللي انا جايب منه العزم بتاع الكاميرا كله. يبقى البيلدنج مومنت دايجرام هو قيمه العزم على كامل نقط الكاميرا نتيجه وجود حمل ثابت، يبقى ده هنشتغل بيه فين؟ في الديد لود. طيب اما الانفورس لاين قلت لك لا، ده الانفورس لاين لو انا مسكت لها الكاميرا كده وقلنا ان احنا عندنا قيمه حمل هنا A في B على L زي ما شرحنا اول مره، قلت لك لا، ده انت لو انت بتقول لي انفورس لاين ما ينفعش تسيبها عايمه كده، اما اعمل ايه؟ تقول لي ده الانفورس لاين لنقطه A بالظبط. ليه الكلام ده؟ لان انا هنا بفضل احرك الحمل زي ما شرحت، طبعا مش هعطلكم ان انا اشرح الانفورس لاين من تاني، زي ما فضل الحمل يتحرك بدانا نسميه بالشكل ده المره اللي فاتت. تمام؟ طيب يبقى البيلدنج مومنت دايجرام مع الديد لود، انفورس لاين هو قيمه العزم او قيمه الشير او اي قيمه داله عند نقطه معينه نتيجه حركه الحمل على كامل الكاميرا، الحمل مش ثابت زينا، يبقى ده هستخدم معاه الواي فاي. طيب تعالى بقى نقدر ان احنا عايزين نرسمه، عايزين اول حاجه نجيب جبنا السترنج عشان بالنسبه للديد لود، عايز ارسم شكل البيلدنج مومنت دايجرام عشان اقدر اجيب العزوم على كامل الكاميرا بتاعتي. ناقص الهاند ريت تمام اللي هو الحمل جاي هنا. تمام هنا ناقص الديد لود بس هنا جي خلاص خلصت، في حاجه اسمها بي هاند ريت. ايه بي هاند ريت ده؟ هنا قلنا ان احنا عندنا بنحطه زي سور كده، لو حد معدي من على طريق كوبري هلاقي سور، السور ده واحنا بنصمم بلاطه قلت لك ان قيمه الحمل بتاعه في السي جي بتاعه بيساوي 2 كيلو نيوتن على المتر الطولي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي حمل مركز قيمته 2 كيلو نيوتن على المتر الطولي. طب انا هنا بصمم بلاطه واحنا بنصمم كاميرا سوري، واحنا بنصمم كاميرا قلنا ان انا البي هاند ريت لازم اضربه برضه بي عشان ده حمل مركز ده لازم يجيب كل نيوتن بس. طب ايه؟ الرصيف الرصيف ايه؟ موزع عشان هو الكاميرا بتاعه غير الكاميرا. ايوه لسه هنجيبه جي سايد هو، لسه هنحطه على كامل الكاميرا ونجيبه سايد هو والبي هاند ريت. واحنا مش هيدخل هنا؟ ايه؟ مش هيدخل هنا معانا؟ في الجي؟ لا هيخش هنا، خلاص مش هتقدر تديله واحنا بنقول سترينج اكشن. دي كده الكاميرا بتاعتنا، لو قلنا ان انا عندي ثلاثه من جيردر بالشكل ده كده، اول حاجه اللي احنا قلنا الجي اللي احنا لسه جايبينها، وهنا هيبقى عندي سايد بوك وهنا هيبقى عندي سايد بوك. تمام؟ الناس مستعجله ثواني. احنا دلوقتي قلنا اول حاجه هنا ان احنا عندنا جي، الجي دي اللي احنا جبناها اللي احنا قلنا جوما ار سي في البي كروس جيردر في الاتش كروس جيردر ناقص التي اس، تمام؟ زائد الكفر بتاع البلاطه زائد الاون ويت بتاع البلاطه مضروب في حاجه اسمها بي، هو ده الجي اللي احنا هنحطه هنا اللي هو الجزء ده من هنا لحد هنا. طب جزء السايد ووك هنا وهنا، قال لي جزء السايد ووك عندي حاجه اسمها جي سايد ووك وعندي حاجه في الاطراف اسمها بي هاند ريت.
وعندي حاجه في الاطراف الناحيه الثانيه اسمها بي هاند ريل. يبقى انا معنى كده ان انا عندي هنا جي سايد ووك وعندي في المنتصف جي اللي احنا لسه شرحينها. عايزين نعرف ايه الجي سايد ووك دي بتاعتنا. جي سايد ووك قلت لك نفس الكلام، احنا فرضنا في الاول ان احنا عندنا ايه، فرضنا ان احنا عندنا كروس جيردر، فنفس الكلام من السايد ووك نصيب الكروس جيردر من السايد ووك هتشيل نص يمين ونص شماله، لو كانت وسطيه لو كانت طرفيه هتشيل نصه بس. يعني معنى كده السايد ووك في ايه تاني؟ السايد ووك ما حدش يقول لي بقى ان انا عندي مومنت زي هنا، يبقى انا الكاميرا بتاعتي مش مكمله في السايد ووك، يبقى ما عنديش مومنت. طب لو كان جالي في الامتحان عملي كده ايه اللي حصل كده؟ لو داخل الامتحان وجاب بدا الرسمه بتاعتنا احنا متعودين عليها، جرح مزود كروس جيردر من هنا وكروس جيردر من هنا، وانا ما بجيبش زي سايبو، احنا قلنا في الحاله بتاعتنا الاولى لو انا ما عنديش كروس جيردر بتساوي ايه؟ لو بصينا للشكل ده انا ما عنديش الا هنا بوطه بس، السايبو احنا قلنا افترضناها اللي هي كروس جيردر افترضناها بس هي مش موجوده، فعندي البوطه بس. طيب عندي البطه بس، يبقى انا اول حاجه هقول لك البطه عليها ايه؟ كفر. تمام، عليها ايه تاني؟ عليها رموين. تمام، ما تنساش تضرب في بي عشان عايز حمل كيلومتر على متر طول. طيب ده بالنسبه ده قلنا الكفر ب 2 كيلومتر، الاون ويت جوه مقياسه بتاعت مين؟ بتاعت السايد ووك. طيب احنا لو صممنا السايد ووك هنعرف نجيب القياس، ما صممناهوش قلنا ان البي اس بتاعت السايد ووك بتساوي كام؟ بتساوي طول الكانتيليفر مقسوم على 10. طيب انا هنا دلوقتي لو كان ما عنديش هنا كروس جيردر، طب لو كان عندي هنا كروس جيردر كان ايه اللي اختلف؟ يعني كان الدكتور حامل كده، ايه اللي اختلف عندي هنا في الاول؟ المومنت بتاعها. يبقى نفس ما عملنا الجي هنا لان في كروس جيردر حقيقيه موجوده على البلاطه، هناخده نفس الجي هنا هناخده هنا نقوله زائد الاون ويت بتاع الكروس جيردر. يبقى دي مهمه جدا، الدكتور في الامتحان لو جاب كروس جيردر يبقى انا بجيب جي الجزء اللي على السايد ووك هجمع عليه الاون ويت بتاع الكروس جيردر. لو الدكتور شغلنا كده في الامتحان يبقى احنا ماشيين زي ما احنا ماشيين، مفيش حاجه اسمها اون ويت، كروس جيردر مش موجوده اساسا. يبقى الناس اول ما تحل يبص المساله شكلها عامله ازاي، انا عندي كروس جيردر موجوده ولا مفيش كروس جيردر؟ مفيش كروس جيردر يبقى الكاميرا اللي هي الستيب بيم جاي عليها بلاطه بس، ما عنديش حاجه اسمها اون ويت. اما لو عندي هنا كروس جيردر يبقى لازم اجمع الاون ويت عندي في الاعتبار. طيب انا هنا جبت الجي سايد ووك، بس هنا اوعى حد ينسى يضرب ايه في البي. طيب انا عايز البي هاند ريل، بكام البي هاند ريل؟ قال انا عندي 2 كيلو نيوتن على المتر الطولي، بس قلنا ده حمل كونسنتريت لود، يبقى لازم يكون كيلو نيوتن بس، يبقى اضرب في بي. يبقى احنا دلوقتي عندنا ثلاث حاجات لحد دلوقتي اللي احنا هنضربها في بي، وانا بجيب الشي وانا بجيب الجزء اللي جاي من البلاطه لازم اضرب في بي، وانا بجيب البي هاند ريل لازم اضرب في بي، وانا بجيب جي سايد ووك لازم اضرب في بي. لحد دلوقتي قلنا ثلاث حاجات لازم ان انا اضربهم في عرض الجزء اللي الكاميرا بتاعتي شايلاه. في مشكله هنا في الديد لود، ايه ده؟ انا قدرت احسب جميع احمال الديد لود على كامل الكاميرا بتاعتي، في مشكله؟ طيب انا عايز اعرف ازاي اقدر ارسم مومنت وشير على الكاميرا بتاعتي. انا لو عندي بالشكل ده عايز اجيب الرياكشن ار واحد، وعايز اجيب الرياكشنز ار 2، وعايز اجيب الرياكشنز ار 3. الرياكشن دي كام؟ ار 1 دي كام؟ ار 2 دي كام؟ ار 3 كام؟ ايه؟ تمام، ليه هقسم على 3؟ اول حاجه نقولها كده في الامتحان، ايه هي؟ فين سي جي ركايز؟ ركيزه 2 3 سي جي ركايز اهو. طيب فين سي جي الاحمال؟ يلا بينا. اول حاجه هنا هنحدد فين سي جي ركايز، يبقى ده سي جي ركايز اهو انا عرفته خلاص. طيب هل الكاميرا بتاعتي دي في سيمتري في الموضوع؟ لو انا وقفت هنا الجزء اللي هنا زي الجزء اللي هنا، وبالتالي سي جي الاحمال نفس سي جي ركايز. طيب كلام جميل، يبقى انا معنى كده انا عندي اكس انترستي، يبقى انا كده مش هرجع للقانون اللي احنا قلنا في اكس انترستي. طيب
يبقى انا هقول هنا طالما سي جي سي جي ار 1 بتساوي ار 2 بتساوي ار 3 بتساوي كام؟ سميشن البي مجموع الاحمال الكونسنتريتد لود على الثلاثه. طيب ايه سيجما بي دي؟ قال لي اول حاجه هنيجي نمسكوا الشكل ده كله ونركزوه في حمل اسمه مثلا بي 1 تمام. هاخد السايد بوك من هنا الجزء اللي حمل جي سايد بوك هضربها في السبيسنج هجيب حمل هنا اسميه 2 ونفس الكلام هناك بي 2. طيب يبقى انا سميشن البي بيساوي كام؟ بيساوي بي 1 الحمل المركز زائد 2 في بي 2 بس كده. ها بس كده فاضل ايه؟ زائد 2 في بي 100. يبقى انا خلاص كنت مجهز الاحمال دي قلت لك ان سيجما بي بي 1 تركيز الحمل بتاع الجزء اللي هو جي بي 2 تركيز الجزء بتاع السايد هوك على حمل موزع ركزناه جدا بي 2 بس ما تنساش عندي واحد زيه هناك فضربت هنا في 2 بي هاندريل هنا وبي هاندريل هنا فضربت 2 في بي هاندريل ده اسمه كله على بعضه سميشن للبي مجموع الاحمال المركزه على الكم. طيب اقسمه على ايه؟ اقسمه على 3 وخلي بالنا الناس تعمل الحسبه دي اكتر من مره على الاله لان الناس بتتلخبط والرياكشنز ده لو طلع غلط انا برسم السترينج اكشن كلها غلط المساله بتاعتي كلها غلط. يبقى الناس ما تنساش حاجتين مهمين وهي تجيب الرياكشنز ده يبقوا صح عشان تعرف ترسم ممكن تمشي صح. ما تنساش واحنا بنحضر الاحمال ايه الحاجات اللي بتتضرب في البي لان دي بتغير المساله تماما. طيب يبقى احنا كده اول حاجه قدرنا نحسبه الرياكشن. طيب الكاميرا عندي الرياكشنز كله معلوم بقت الكاميرا دي بدل ما هي الديترمن استراكشر اتحولت للديترمن استراكشر. يبقى معنى الكلام ده ايه؟ ان انا اقدر ارسم لها مومنت وشير بنفسي. طيب ازاي مومنت وشير؟ انا دلوقتي عايز ارسم الشير فورس دايجرام. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك بنفس طريقه الكاميرا اللي احنا كنا بنرسمها. تعالى على شمال الكاميرا اطلع مع الطالع وانزل مع النازل ولو داخل هو حمل مركز امشي ايه؟ دوت. طيب يلا بينا نعمل الكلام ده. هاجي دلوقتي اول حاجه انا شمال الكاميرا، الكاميرا اهي انا جيت شمال تمام. قاعده الاشارات بتاعتي انزل مع النازل واطلع مع الطالع تمام. اول حاجه اول بدايه الكاميرا لقيت ان انا عندي بي هاند ريل بيقول لي انزل الحمل المركز نزلت اهو. القيمه دي كام؟ بي هاند ريل. طيب داخل جوه حمل ايه؟ موزع امشي ايه؟ دوت لحد ما يقابلني قيمه تركيز الحمل اللي هو بي 2 وبيقول لي ايه؟ لا انزل تاني نزلت تاني اهو. طيب همشي لحد ما الحمل يقابلني ماشي كده اهو لحد بدايه الركيزه لقيته بيقول لي انت عندك حاجه اسمها ار 1 اطلع فطلعت اهو. كل ده حسب القيم اللي احنا حاسبينها. طيب لما اجي هو حمل مركز قال لك وصل بدايه الحمل بنهايه الحمل قبل دخول الرياكشنز معايا. يبقى معنى كده ان انا هوصل دي دي. انا كده حصلت على شكل الشير في الجزء ده. طيب يلا بينا نكمل. انا طلعت هنا الار 1 كليه داخل جوه حمل مركز. قال لي بس انا ما اخش جوه الحمل خد الاسبان ده وركزه لوحده وخد الاسبان ده وركزه لوحده. يعني انا بدل ما ركزته كله بي واحد لا اقسمني بي واحد دي على الاثنين خد جزء منها هنا وجزء منها هنا تمام. همشي دوت لان داخل جوه حمل ايه؟ موزع. هنزل لحد ما اقابل الجزء ده بيقول لي انزل نزلت اهو. طيب قال لي ايه تاني؟ قال لي امشي يمين لحد ما يقابلك حمل تاني. انا نزلت كده مشيت يمين. طيب هل انا دلوقتي في اي احمال تانيه قابلتني؟ قيمة الحمل ده لو انا جيت قلت لك جي هيطلع اكبر من ار 1 يبقى انا لما اجي هنا هلاقي نفسي نزلت تحت كده. طيب اعمل ايه تاني؟ اجي امشي جوه الحمل مش اي احمال بينالي لحد ما بيت الرياكشن قبل يطلع تاني. طيب وصل بدايه الحمل بنهايه الحمل قبل دخول الرياكشن وصلني تمام. انا كده رسمت الشير. تعالى نكمل بقيه الكاميرا في الامتحان عشان الوقت طالما الكاميرا متماسكه شمال ويمين اعمل خط كده وحددته سهل واعمل خط كده وحددته سهل. انت كده بتبين لهم في تناسب اللي هنا هو هنا بدل ما الناس ترسم تاني. طيب مفيش تناسب وعايز اكمل اعمل ايه؟ قال لك تعالى بنفس الطريقه انا ماشي هو حمل ايه؟ موزع. لقيت حمل قابلني بعد ما عزمت بي واحد لقيت حمل قابلني بيقول لي انزل نزلت. مشيت لحد ما قابلني حمل موزع تاني الار ان يطلع. وصلت قيمه الحمل قبل الحمل لحد ايه؟ قبل دخول الرياكشن. بنفس الطريقه طلعت هنا قال لي امشي نزلت قيمه الحمل مشيت الاقي نفسي وصلت الاقي الشكل بتاعي عامل كده. هنا هنطلع الجزء كده وده الشكل بتاعي. طيب يبقى انا الاقي نفسي استنتجت شكل الشير فورس دايجرام على كامل الكاميرا بتاعتي بدرجه القاعده في الترم المحدد استاتيكيا ان انا اطلع مع الطالع وانزل مع النازل. طيب نفتكر قاعده الاشارات في الشير بتقول لك الشير فورس دايجرام
إشارة فوق شكلها مغلق والإشارة تحت شكلها سالب. يعني الكلام ده يعني لازمك هنا إشارة مغلقة ولازمك تحت إشارة سالبة. أي حاجة فوق إشارة مغلقة، أي حاجة تحت إشارة سالبة، ونفس الكلام ده. في مشكلة في رسم الشيء في وسط الجرام. طيب ده كده سهل، مش هياخد مننا وقت. ايه المشكلة عندي؟ انا عايز احسب حاجة اسمها البندنج مومنت دايجرام، زي ما احنا قلنا لان اي بندنج مومنت دايجرام بستخدمه مع الديدلوب، واحنا هنا في الديدلوب. تعالى ازاي نرسمه البندنج مومنت دايجرام. عندي طريقتين لرسم البندنج مومنت دايجرام، كل واحد انت رايح واشتغل بيه. طيب هنقول الاثنين. اول حاجة انا عندي كراكيزة محتاج احسب جميع العزوم عند الركايز، محتاج احسب العزم هنا، محتاج احسب العزم هنا، محتاج احسب العزم هنا بكام. تمام. طب ليه بحسب العزوم هنا؟ قال لك عشان انت كاميرا، الكاميرا دي عندي عزم نيجاتيف عند الركايز، فالعزم النيجاتيف انا محتاج احسبه هنا وهنا وهنا، واخد الكبير فيهم وابتدي اصمم عليه. طيب طب بس انا عايز حاجه ثانيه. ايه هي؟ مش احنا كنا بنقول زمان ان عند الزيرو شير بنلاقوا ايه؟ الماكسيمم مومنت. يبقى لازم كمان تحسب لي عند مناطق الزيرو شير هنا وعند مناطق الزيرو شير اللي هي هنا. طيب انا محتاج احسب العزوم عند نقطه 2 3 4 5، خمس نقط احسب عندها العزوم. طيب قول لي الاول، انا عندي اول طريقه ان انا احسب اي عزم اعمل ايه؟ انا عايز احسب العزم هنا، خلاص اطلع بالكاميرا بتاعتك واقف فين اهو، خد سيكشن في المنطقه دي، خدت سيكشن يا تبص يمين يا تبص شمال. تمام. كل حمل المسافه ناقص كل حمل المسافه بتاعته بالمومنت. طب تعالى ناخد النقطه دي هقول لك بيها الجريد في المسافه دي. تمام. زائد تاثير حمل المركز في المسافه بتاعته لحد هنا. انا كده جبت المومنت هنا، طلع المومنت هنا. طب ماشي الكلام ده ممكن. هل كده انا حسبتها بطريقه سهله؟ طب تعالى نخش جوه شويه عند الركيزه اللي في النص دي. يلا نجيب المومنت هنا، هعمل ايه؟ هقول التركيز الشويه دول في السبيسنج بتاعه، زائد التركيز البيها الدريف في السبيسنج، زائد التركيز شويه السايد بوك في السبيسنج، ناقص ار واحد. قدرت احسب المومنت هنا بسهوله، بس في طريقه اسهل. الناس في الامتحان ممكن اللي ينسى ار واحد وممكن اللي يضرب مسافه غلط. طب ليه نرجعوا لنا؟ في طريقه سهله قوي. ايه هي الطريقه دي؟ قال لك ان مساحه شكل الشي فورس دايجرام يديك ميت البندنج مومنت عند جميع النقط. ازاي الكلام ده؟ لو انت عايز المومنت عند النقطه دي، خد سيكشن عند النقطه في مساحه الشير وبص قبله كله. طب انا اخدت سيكشن هنا بس كده، قال لي هات مساحته وهي دي كل المومنت. مش فاهم. انا دلوقتي عايز احسب المومنت هنا، قال لك بص روح عند النقطه دي، دي النقطه صح؟ فين المساحه اللي قبله ده كله؟ طيب تعرف تجيب مساحه الشكل ده؟ بسيطه شبه منحرف، ده زائد ده على الاثنين المساحه بينهم. انت كده قدرت تستنتج كميه المومنت. بس برضه خلي بالك من حاجه، انا ليش اعرف ان المومنت ده سالب ولا مغلق؟ قال لي حسب قاعده الاشارات. كنا بنقول زمان البندنج مومنت دايجرام ان انا عندي الكاميرا عامله كده، لو انا فوق الكاميرا فده سالب، لو انا تحت فده مومنت. اه يعني معنى كده لو قيمه المساحه اللي انا بحسبها طلعت نيجاتيف يبقى انا هرسمه فوق ولا تحت؟ فوق، لان فوق اشاره سالبه، يبقى طالما دي سالب انا رسمت فوق. خلاص انا كده قدرت مجرد ان انا حسبت مساحه ولا اكشنات ولا مسافه جبت اول حاجه قيمه بتاعت المومنت. طب نصعبها شويه، عايز احسب قيمه المومنت عند النقطه دي. قال ايه؟ اطلع عند النقطة بشكل الشيب فورس دايجرام، بص شمال الشكل أو يمينه براحتك بس شمال أسهل. طيب اعمل إيه؟ هات لي مجموع المساحات اللي شمال، فين مساحات شمال الشكل؟ أهي ده كده دي ودي كمان داخلة معايا. يبقى أنا دلوقتي كنت حاسب إيه؟ كنت حاسب من الأول المساحة دي، إيه الزيادة اللي هتضيف عليا؟ المساحة بتاعت المثلث الصغير. طب حد يقول لي الأول هي إيه قاعدة المثلث دي عشان أعرف إن أنا أحسبه؟ أي قاعدة مثلث في الشيب بيساوي كام؟ بيساوي قيمة الشير اللي عند المثلث اللي أنت عايز تحسبه مقسوم على قيمة الجي تحت الكاميرا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أقول لك هنا دي سميتها إكس، خلاص أقول لك إن إكس بتساوي، لو أنا قلت لك إن الشي فرصة إحنا بنرسموه طالعة ب 60، يبقى قيمة الإكس بكام؟ 60 على قيمة الجي الموزع فوق الكاميرا اللي هي دي. لو الجي دي مثلا طلعت ب 50 يبقى أقول لك إن قيمة الإكس بتساوي 60 على 50. أنا كده حسبت قيمة الإكس بمعنى بسيط، بدل ولا تناسل ولا انا احسب بالتشابه ولا الكلام ده كله. يبقى انا قيمه الاكس مهمه جدا، قيمه الشيل فوق النقطه على الشيل. طيب ده اول حاجه. طب لو عايز احسب الاكس هنا بنفس الطريقه، قيمه الاكس هنا بتساوي قيمه الشيل عند النقطه المثلث اللي انت تحسبه الاكس مقسوم على الشيل بنفس الطريقه، انا احسب اكس 2 او اكس 1. طيب انا هنا جيت قلنا عايز اجيب المومنت عند النقطه دي، قال لي تعالى
المهم انت عند النقطه مثلا سميناها اول مثال. اول حاجه المساحه السالبه دي قلنا احنا حاسبينها واحنا جايبين مومنت تاني اكتبها بنفس الشريطه طلعت مثلا سالب 60 مثلا. طيب المثلث ده موجب ولا سالب؟ المثلث ده موجب يبقى زائد. طيب مساحه المثلث ده بيساوي كام؟ نص القاعده اللي هي اكس في الارتفاع اللي هو 60 يبقى زائد نص مضروب في اكس مضروب في 60. هشوف بقى ايه اللي عندي في الكلام ده؟ هشوف ايه الام؟ الام دي سالب 60 زائد نص في اكس في 60 القيمه دي تطلع لي موجبه ولا تطلع لي سالبه؟ تفرق معايا؟ ها؟ الناس معايا ولا لا؟ تفرق معايا القيمه دي طلعت موجبه ولا سالبه؟ تفرق في ايه؟ ايه؟ انا هرسم فوق ولا تحت؟ يعني مهم جدا ان انا وانا داخل في قيمه المساحات بتاعتي اقول لك المومنت بتاعي ده طلع موجب هرسمه تحت ولا سالب هرسمه فوق؟ طبعا بنقطه منفصل البحر هو اكيد هيطلع عزم ايه؟ موجب. يبقى انا اهم حاجه وانا بحسب المساحات احط كل المساحه بالشرطه بتاعتي. طيب تعالى اروح النقطه زي دي اعمل ايه؟ بنفس الطريقه ما انا عندي المساحه دي حسبتها والمساحه دي حسبتها احطهم بالشرطه. طيب ايه اللي اتضاف عليا؟ اتضاف عليا مثلث نيجاتيف واتضاف عليا مثلث بوزيتيف، اعمل ايه؟ هقول لك ناقص مساحه المثلث دي زائد مساحه الشكل المثلث ده القيمه اللي هتطلع لي، شوف هتطلع موجب ولا هتطلع سالب، لو طلعت موجب انا هتحط الخط، لو طلعت سالب هتحط الخط. اللي شايف الطريقه بتاعت مساحه الشيء بص لو سهله اشتغل بيها. شايف طريقه الرياكشنات ان انا اطلع في السكشن طريقه القناه اللي عليها كنا بنشتغل بيها اللي انتوا عايزين تشتغلوا بيها. دي طريقه ودي طريقه. واللي عايز يشيك على نفسه وهو بيرسم شكل البرد يوم ده يجرى صح ولا غلط يعمل الطريقتين. ازاي الكلام ده؟ مش هقول لك اعمل على كامل الشكل لا. ارسم اول حاجه البرد يوم ده يجرى باي طريقه انت عايزها. مثلا بس اختار طريقه المساحات. رسمت طريقه المساحات. عايز اعمل تشيك بوست على عند اي نقطه على كامل الكاميرا ان هو صح ولا غلط. اعمل ايه؟ انا اشتغلت بطريقه المساحات؟ اه. لما اجي اعمل تشيك اعمل تشيك بطريقه السكشن. ازاي؟ اجي مثلا عند النقطه دي. اقول لك النقطه دي انا مش عارف حسبت المومنت عندها المساحات صح ولا غلط انا متلخبط. طب اكد لي طلع المومنت المساحات طلع ب 100. طب ماشي خلاص يبقى انا عارف المساحات 100. عايز اعمل تشيك ان انا لو جبته بالسكشنز لازم يطلع 100. ازاي؟ اجي هنا واطلع فوق اهو. يلا بينا نجيب مومنت عند النقطه دي. يا تبص يمين الاسهل لك يا تبص شمال. بصيت يمين على الاسهل. قيمه البي هاند ريل في المسافه زائد قيمه البي 2 اللي هي تركيز حمل الجي ساي بوك في المسافه. لقيت مومنت. انزل اتاكد المومنت طلع لي 100 يبقى انا شغال صح والرسم بتاعي زي الفل. طب لقيت ان المومنت اختلف انا عندي مشكله في الرسم. يا اما مشكله ان انا حاسب مساحه غلط يا اما مشكله ان انا طلعت خدت الطريق ده عشان غلط. يبقى الناس الامتحان عشان اهم حاجه ان انا ارسم شيء فورس دايجرام اهم حاجه ان انا ارسم بادي مومنت دايجرام لان ده اللي هصمم بيه تعمل تشيك بسيط مش هياخد دقيقتين. ارسم اشتغل بطريقه والطريقه الثانيه اعمل اي تشيك فيها عند اي نقطه. طب الناس اللي اشتغلت طريقه الاكشنز من الاول خلاص طب اشتغلت طريقه الاكشنز اطلع كده قول لي احسب لي طريقه المساحات بقى مش على نفسي. عملت تشيك حسبت طريقه المساحات لقيت نفسي النقطتين انا كده ماشي صح ومطمن ان انا طلعت الديد لوب بتقريبا عليه نص الدرجه بتاعت المساحه. لان الديد لوب زي ما احنا شايفين خطوات كتير لازم ارسم شيء ومنت كامل الطريق. دي مشكله في الديد لوب. الناس اللي بتحارب ممكن تيجي عند ركايز هنا او هنا او هنا وتلاقي ان كلمه العزم طلع ايه؟ بص على الديد لوب ما تشوفش. لان طريقه قاعده الستيب بيم تختلف عن البلاستيك بيم زي ما احنا شرحنا قبل كده. طيب في اي مشكله في التيك توك؟ حد عنده اي سؤال في التيك توك؟ الناس حلت على التيك توك اللي احنا النهارده فاتت؟ مفيش حد حل؟ تمام. يلا بينا نشوف الرد الفعل على فكره يا جماعه اللي هيخش الامتحان يبص يقدر ازاي؟ واول مره يحلها في الامتحان الامتحان هيخلص ولسه ما خلصش. الامتحان الناس لو دخلت اول مره تحل مساله في الكروس جيردر في الامتحان هيحلوها غلط، تاني حاجه مش هيحاولوا يخلصوا الكروس جيردر بس في 3 ساعات. فلازم الناس قبل ما تخش الامتحان على الاقل الكروس جيردر والحل مسالتين كاملين عليه. لان المساله بتاخد وقت والناس لما بتحل هتعرف ان المساله بتاخد وقت، والسبب كده. تمام؟ طيب تعالى بقى نخش على ضيفكم شكله عامل ازاي؟ عندي عربيه الوزن بتاعها 600 كيلو نيوتن، عندي عربيه ثانيه الوزن بتاعها 400 كيلو نيوتن، عندي عربيه ثالثه الوزن بتاعها 200 كيلو نيوتن. لو حبينا نعرف وزن العجل كام؟ هنا وزن العجل 150، هنا وزن العجل الواحده 100، وهنا وزن العجل برضه بتاعي 50. طيب انا دلوقتي في اللايف جروب هي دي الاحمال
قلت لك ان انا عندي لونين حاره رئيسيه. اول حاره رئيسيه عندي هم اللي ماشيه فيه العربيه اللي هي 600، اول حاجه عندي هم 9 في نيوتن اسمه في نيوتن على المتر الرابع. بقيت الكوبري كله بتاعي، بقيت الكوبري كله احط عليه 2.5 في نيوتن على المتر المربع. يبقى دي الاحمال اللي لازم تكونوا عارفينها بالنسبه للوايت. طيب انا دلوقتي عايز ايه؟ اعمل ايه بالاحمال؟ احنا واحنا بنصور البلاطه قلنا ان احنا العربيه بتاعتي ممكن تمشي في الحاره دي او ممكن تمشي في الحاره دي او ممكن تمشي في الحاره دي. فخدنا العربيه اللي هي 600 صممنا بيها البلاطه على كل حاره بتاعتنا لانها ممكن تمشي هنا او هنا او هنا. طيب في الكروس جيردر لا، انا محتاج الثلاث عربيات معايا. طيب الثلاث عربيات دول انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز مثلا لو انا بصمم الكروس جيردر دي عايز احط العربيات في مكان يديني اقصى حمل على الكروس جيردر. طيب اقصى حمل على الكروس جيردر لما جينا حطينا عمل تحميل الكوبري قال لك لا، اقصى حاجه لما تحط العجل اول عجلتين بتوع العربيه فوق الكروس جيردر مباشره. يبقى انا معنى كده عندي ثلاث عربيات، اخد اول عجلتين اول صف كله احطه فوق الكروس جيردر. طيب اول حاجه انا عندي الحمل هنا 150 والحمل هنا 150، نفس الكلام 150، وهنا عندي 4 في 100 وهنا عندي 4 في 50. طيب انا عايز دلوقتي اروح احل الكروس جيردر دي بس اجيب مصير الاحمال. طيب واحد هيقول لي الكروس جيردر هنا عليها 150، خلاص هي خدت ال 150 لان واقف فوقها مباشره. طيب ال 150 دي لما يجوا على البلاطه جزء منها هيتوزع هنا وجزء منها هيتوزع هنا لان مش واقف فوقها مباشره. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز احل الكروس جيردر دي واشوف تفاصيل هتكلها قد ايه؟ قال لك خلاص خد سيكشن في النقطه دي. طب تعالى كده ناخد سيكشنز، لقينا ايه؟ لقينا ان احنا هنا عندنا ادي اول كروس جيردر، ثاني كروس جيردر، ثالث كروس جيردر. طيب انا عايز الكروس جيردر ده حط لي كده الاحمال عندي هنا 150، احط حمل فوقيها 150. المسافه في اتجاه الحركه بين العجل بكام؟ 1.2 متر، ودي حفظ لنا. طيب يبقى انا هبعد مسافه 1.2 احط 150 زي ما، والمسافه دي من هنا هنا 1.2 متر. طيب انا عايز اجيب مصير الكاميرا دي اللي احنا بنصممها هتشيل قد ايه؟ نخلصه ونفهم الكلام ده. اول حاجه لو عايز المصير من العجله الكبيره اللي هي عجله 150 هتساوي 150 زائد 150 في البي ماينس 1.2 على البي. استنتج القانون ده منين؟ الراجل قال لك لو انت عايز تحسب الاكشن هنا اعتبرها كاميرا سيمبل بي، دي كاميرا لوحدها دي كاميرا لوحدها. طيب يعني هنا انا اعترضت ان هي كاميرا سيمبل وعليها حمل 150 وعليها حمل هنا 150، خلاص رد الفعل عادي بكام؟ اقول لك ان رد الفعل بيساوي 150 اللي هو زائد الشويه من دول. الشويه من دول ايه؟ اللي هي قيمه الحمل في المسافه البعيده على مجموع المسافات. هي المسافه دي مش 1.2 من هنا 1.2، يبقى انا معنى كده المسافه البعيده اللي هي بي كليه اطرح منه 1.2 متر المسافه دي اقسمها على بي جبت قيمه رد الفعل او واحد. يبقى انا اول حاجه لو خدت سيكشن هنا وعايز اعرف من الحاره الرئيسيه نصيب الكروس جيردر بكام؟ قال لك ان نصيب الكروس جيردر كحمل مركز ار واحد 150 زائد 150 في بي ناقص 1.2 على بي، دي محفوظه مش اي اختلاف. طيب انا كده خدت سيكشنز جبت منه نصيب الرياكشن المركز. طب مش انا عندي هنا حمل موزع وقلت لك طالما دي الحاره الرئيسيه اللي ماشي فيها العربيه الثقيله يبقى ده 9 في نيوتن على المتر المربع. تمام خد سيكشنز برضه في الكاميرا، خدت سيكشن اهو دي الكاميرا بتاعتي عندي حمل موزع قيمة الحمل 9 في نيوتن على المتر المربع. طيب أنا عايز أعرف إيه نصيب الحمل ده كحمل موزع. أول حاجة أنا عايز أجيب رد الفعل ده. رد الفعل ده سميناه بي. يبقى إحنا الحمل المركب هنسموه أر، هنا هنسميه بي واحد. ليه واحد وليه هنا واحد؟ لأن دي الحارة الرئيسية بتاعت الكوبري بتاعي اللي عليها العربية التقيلة واللي عليها الحمل الموزع الكبير. طيب الكلام ده ليه؟ بي واحد بكام هنا؟ قال لك نفس الطريقة اعتبرها إن هي سن بي. حمل الموزع عن الحمل الموزع هنا يبقى اضرب في المسافه ده 20.5 وده 20.5. يعني معنى كده لو انا عايز حاجه اسمها بي واحد بحبس برضه بيساوي قيمه الحمل مضروب في مين؟ مضروب في بي. طيب يبقى احنا دلوقتي جبنا ار واحد وجبنا بي واحد اللي هي قيمه الحمل مضروب في بي. كلام جميل. يبقى الناس اول حاجه لازم تحسب في الامتحان لو انا داخل اصمم كروس جيردر لايف تون تروح طبع في القانون فوق ما انا شرحته خالص، تروح طبع في القانون ها ار واحد طبع في القانون يجيبه بي واحد. طيب نفس الكلام انا عايز على الحاره الثانيه اجيب الكروس جيردر هنا عليها قد ايه؟ ونفس الكلام هنا، قال لك ماشي لازم اخد سيكشن هنا وبنفس الطريقه اجيب احمال الكوبري بقى. نلخصه الكلام ده في ثلاث خطوات. اول ما الناس تخش على مساله الكروس جيردر بالنسبه للايفون لازم تحسب حاجه
الحاجات دي كويس قوي، نقسمها صح. ايه هي؟ اول حاجه تقسيم الاضواء 150 زائد 150 البي اصبحت 2 مقسوم على البي. حسبت الرقم ده خلاص. احسب لي تحتها على طول حاجه اسمها ار 2. يعني ايه ار 2؟ يعني نصيب الكروس جيردر من العربيه اللي في الحاره الثانيه. طيب بكام؟ قال لك هو 2 الار 1. يعني حسبت الار 1 طلعت 2. هاخد 2 الار 1 جبت ار 2. طب تعالى احسب لي ار 3. يعني ايه ار 3؟ يعني نصيب الكروس جيردر من الحاره رقم 3 بكام؟ قال لك بتساوي ثلث الار 1 برضه. يبقى انا اهم حاجه عندي في الاختبار ان انا احسب ار 1 اخد طولتها اجيب ار 2 اخد طولتها اجيب ار 3. يبقى احنا هنا قدرنا احسب قيمه ار 1 ار 2 ار 3. طب احسب لي حمل موزع اسمه بي 1. قال لك بي 1 خلاص ده قانون حفظ اسمه 9 بي. جبته بكام؟ قال لي ماشي لو عايز بي 2 يساوي 2.5 دي. ايه 2.5 دي؟ قيمه الحمل الموزع على كامل قيمه الجهد. طيب يبقى انا كده اول ما اخش الامتحان لازم تسيب الخمس حاجات دول. ار 1 ار 2 ار 3 ار 2 وار 3 بدل ار 1 بي 1 وبي 2. بدلت مين؟ بدلت المسافه من الكروس جيردر للثانيه. طيب انا جهزت الاحمال بتاعتي. ايه مشكلتي هنا؟ قال لك تعالى انت خلاص جبت نصيب الكروس جيردر هتشيل قد ايه من اللايف لود؟ روح شوف بقى هتجيب لي السترين رياكشن ازاي على الكروس جيردر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خد سيكشن في الكروس جيردر ذات نفسها هناخد سيكشن زي كده. طيب تعالى نقسمه ونشوف السيكشن بتاعته عامل ازاي. اول حاجه انا بقطع هشوف هنا ان انا عندي كاميرا 2 3 4 وعندي هنا سايد وعندي هنا سايد. كلام جميل. وانا قاطع هنا قلت لك بدل ما تحط لي العجل 150 لا انا خلاص جبت نصيب الكروس جيردر هتشيل كام؟ اول حاره رئيسيه قال لك ان انت عندك ار 1. طيب وانا قاطع هنا انا شايف ار 1 مره ولا مرتين؟ انا دلوقتي دي عربيه 60 لما جيت خدت الكروس سكشن كده خدت نصيب عجله واحده بس. ار 1 ده نصيب العجله الواحده اللي هي تجي لي هنا قد ايه؟ نصيب العجله الواحده لما جيت يعني اكيد زي ما احنا قلنا واحنا بنصوم بقى قلت لك ايه؟ جمع الاحمال في شريحه. انا عايز اجمع الاحمال على الخط ده. جمعت ده جبت نصيب الحمل هنا ار 1 اللي هي كام؟ مش في زيه هنا؟ لان العربيه من اربع عجلات. في زيه هنا ار 1. طيب هنا في ايه؟ ار 2 انت جبناها وفي زيها كمان ار 2 برضه. وهنا ار 3 وفي زيها كمان ار 3. يا معنى كده فانا عندي ار 1 وعلى بعد المسافه دي كام؟ 2. احط برضه ار 1 زي ما هي على بعد مسافه 2 متر. طيب حاجه تاني؟ اه على بعد مسافه 1 متر حط لي مين؟ ار 2. حط ار 2 في ار 2 تاني؟ في واحده كمان ار 2. حط ار 2 المسافه كام؟ المسافه بين الحملين المتشابهين 2 متر. الحملين المختلفين 1 متر لو حد مسك الامتحان المسافي. طيب في حاجه ثانيه؟ اه ده انا عندي لسه عربيه ثالثه. عربيه ثالثه اسمها ار 3 وعلى مسافه 2 متر برضه ار 3. يبقى هنا المسافه 2 متر وهنا المسافه 1 متر. طيب انا كده عبرت خدت سيكشن كروس جيردر هنا جبت الاحمال المركزه على الكروس جيردر بكام؟ طب هو انا عندي الاحمال دي بس هي اللي جايه على الكروس جيردر؟ ايه تاني؟ حمل موزع. يعني في حمل موزع جاي على الكروس جيردر. طيب الحمل الموزع ده بكام؟ ما انت قلت هنا وانت بتاخد سيكشن هنا ده 9 بي من عند المربع ضربته في بي جبت 9 بي. طيب 9 بي ده احنا قاعدين بطباع هنا في الحته دي البطاعة ده واحنا قاعدين انا عندي 9 بي دي مكمله معايا لحد فين؟ احنا واحنا بنشرحه الاول المدير في اول حاجه خالص قلنا ان احنا عندنا عقد الحاره كام؟ 3 متر. التسعة الأولى في العجلة في العربية الرئيسية موزعة على مساحة 3. يبقى الناس تيجي تقول لي إيه؟ طالما أنت عندك أر 1 اللي هي الحمل الكبير يخد يمين نص متر وشمال نص متر. وحط لي هنا حمل مراد موزع على الحارة الرئيسية قيمته 9 بي اللي هو كام؟ اللي إحنا سميناه هنا بي 1. طيب على كامل الكوبري كله كامل الكوبري كله حتى سايد بو حط لي حاجة اسمها بي 2. بي 2 اللي هي 2.5 بي اللي إحنا لسه جايبينها برضه هنا في الحساب. يبقى تاني الاحمال عندي على الكروس جيردر عندي الاحمال ار 1 ار 1 المسافه بينهم 2 متر ار 2 ار 2 المسافه 2 والمسافه بين الحملين المختلفين 1 متر ار 3 ار 3. الاحمال دي طالما انا حسبتها في اول جزئيه انا داخل هنا معايا الاحمال كامله. طيب انا دلوقتي عايز اعرف ازاي احط الاحمال دي على شكل يمين كوساين عشان اقدر اطلع السلندر. الناس مجمعه ولا فاصله؟ تمام؟ طيب تعالى نشوف بقى احنا ازاي هنحط الاحمال دي
عشان تجيب بسرعه. يبقى اهم حاجه اول خطوه في الامتحان نخش واحنا بنشتغل قرايب نوت نجهزه على واحد او اثنين او ثلاثه ونجهزه دي واحد ودي اثنين في الحسابات سهله جدا قوانين اللي مش عايز يفهمها ما يفهمهاش ما فيهاش حاجه خالص كده كده الكلام ده ثابت ما فيهوش اي حاجه. طيب انا دلوقتي عايز اعرف بقى اول حاجه افهم ازاي؟ الناس تحب في الامتحان تنزل الدروب سلايد سكيل ولا الدروب التشابه؟ ايه؟ تشابه؟ يعني مش تشابه ايه؟ السكيل، السكيل احلى غلط. التشابه هو ده كبير جدا. انا هشرحه لكم اثنين. بس انا شايف من وجهه نظري السكيل اسهل بكتير. السكيل هترسم مجرد كاميرا، انت تعمل اي سكيل براحتك، هترسم كاميرا. انت عندك حمل، تخيلوا كده. حمل اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست أحمال. الست أحمال دول لازم أجيب ست قيم تحتيهم في التشابه، أول حاجة. نزل الشرط التشابه. ثاني حاجة. عندي بداية ونهاية كل حمل محتاج احسب كونتين تحتيه. ولو كان بقى السلام شيك والحرف والكسرة بتاعته اختلفت. يعني لو انا لقيت الشكل ده هنا كده وجا هنا لا كان مختلف بسيطة ما كانش كده. اه لا ده انا لازم احسب قيمة اثنين ثلاثة. ايه اللي حصل كده؟ لقيت نفسي ان انا محتاج اعمل استكمال لحوالي 13 قطعة كامل. موضوع مريب جدا. طب انا وصلت سكيل، لو وصلت سكيل عايز دي انزل اسم مسطرة تحتيها شوفها. عايز دي اسم مسطرة. مش هياخد بالظبط ثلاث دقايق. السكيل احسن من التشابه، التشابه هتلاقي الوقت اللي بيضاع منك وطبعا من وقت الرسم اول واحد ورا اثنين انت مش عارف مين دي ومين دي هتلاقي نفسك مع السرعه مش عارف تحسب اي حاجه. اهم حاجه الناس لو تعرف تحلها بالسكيل اسهل وادق من السكيل. الثانيه لو في فروق بتحصل هيبقى مش هتحصل معاك خالص في السكيل. الناس اللي هتشتغل في التشابه وتشتغل فيها صح لو طلعها 40 الناس اللي هتشتغل في السكيل 39.99 مش عايزين 1% مش عايزين طيب اول حاجه انا عايز اعرف ازاي احمل الحق. طيب لو انا عندي الكاميرا بتاعتي دي حسب الشكل ده لان نفيسه الكروس جيردر هي المين جيردر. عندي كام سبان الكروس جيردر؟ كام سبان الكروس جيردر؟ بصوا يا جماعه كام سبان الكروس جيردر؟ ثلاثه. طيب اللي هو واحد اثنين ثلاثه. على فكره الاسبان بيختلف عشان اخش على اهم شكل دي صغير. يبقى الناس المساله ما تخشش على حاجه انت فاهم حد لا الكروس سيكشن بتاع الكوبري بتاعي هو اللي بيحدد لي انا عندي كام سبان للكاميرا بتاعتي. لو عندي ثلاثه سبان هفتح الانفوس لاين ل 3 سبان. لو عندي اربعه سبان كمل لي هو خد سته من جردر هفتح الداتا شيت بتاعتنا على الانفوس لاين بتاعت الفول سبان. اهم حاجه الناس ما تخشش تعوض في الانفوس لاين غلط. يعني ما فيش حد ما يبصش على الرسمه ويخش يقول لك هي 3 سبان ويعوض المساله كلها انا هحطه فيها سته. ما فيهاش اي كلام. لان كده احنا مش فاهمين الاساس. طيب اول حاجه احنا عايزين نثبته بالشكل ده عندنا والناس تركز قوي معايا في الحته دي. ازاي؟ انا هنا اهو جبت كده. هنزل عند اول ركيزه هرسم السنتر لاين بتاعها هرسم نتيجه. ثاني ركيزه سنتر لاين من جنبها هرسم نتيجه. ثالث حاجه نفس الكلام. رابع حاجه نفس الكلام. طيب انا كده قررت اسقط الكاميرا بتاعتي. الخطوه الثانيه الخطوه المهمه جدا عشان الناس تكون مستريحه في الامتحان. تعالى عند بدايه السايد بوك هنا كده وامشي نص متر. طيب هو ده السايد بوك ولا لا؟ ده سايد بوك لا مين قال ايوه؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا اسقطنا سنتر لاين. السايد بوك ماشي مع مين؟ مع بدايه الكاميرا. السايد بوك ذات نفسه ماشي مع بدايه الكاميرا. يبقى انا السايد بوك على بعد من الكاميرا دي قد ايه؟ كام؟ هنا انا اسقطت السنتر لاين، انا اسقطت ايه؟ اهو لو انا عايز بدايه السايد بوك مع بدايه القمر امشي قد ايه؟ نص نص البي مان جرب. لو البي مان جرب بنص متر يبقى انا عشان اجيب بدايه السايد بوك همشي كام؟ ربع متر. ما حدش يحفظها. الدكتور ممكن في المساله يجيب لك ان البي مان جرب 6/10 يبقى انا همشي كام؟ بي مان جرب على الاثنين. يبقى دي اهم حاجه بي مان جرب على الاثنين. لان احنا عندنا في المسائل بتكون ثابته بنص لو الدكتور قالها مش يبقى هنمشي ربع متر. طيب بس كده؟ لا احنا واحنا بنشرحه زمان قلت لك ان اول عجله لازم تكون على بعد ان المان جرب كام؟ نص متر. مش قلنا الكلام ده؟ ان احنا نص متر بقى كام سيبه في المتر؟ يبقى لازم اسيب اول حاجه لو عايز تحط حمل مركز امشي نص متر. طيب نمشي من هنا نص متر تاني لحد نص متر ده تشد لي خالص واعملها على كده في الامتحان. الناس تعمل على خط كده فعليا عشان يفكروا اللي مش هيعمل هيتلخبط في حاجه مركزه.
طيب انا عايز اجيب بقى بعد الخط ده من الركيزه كام كله؟ حد يعرف يقول لي؟ في من جردر على الاثنين، جبت الحته دي زائد نص متر. طيب يبقى نفس الامتحان اللي هترسم بسكيل، والافضل تيجي عند اول ركيزه شمال واول ركيزه يمين، تمشي في من جردر على الاثنين وتشد خط، تمشي في من جردر على الاثنين زائد نص متر وتشد خط، في من جردر على الاثنين زائد نص متر وتشد خط برضه. انا هنا قررت ان انا اعمل الخط ده، يعني ايه الخط ده؟ يعني انا بقول لك ان انت المسافه المحتمل وجود احمال العربيات فيها هي دي بس. محدش يروح يحط هنا ولا يحط هنا. الدكتور في الامتحان لو لقى حد حط حاجه على السايد بوك صفر. السايد بوك ما عندوش احمال مرتبه.